السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا رب تكونوا بخير يا محاربين. انا علي وانا عمر. النهارده بقى يا جدعان هناخدكم معانا في جوله فين سوق بقى؟ السمك. سوق السمك وبسفور وهذا هنولعه وهندلعكم النهارده، تبقوا معانا لحظه بلحظه يا اخوات. فاهم حاجه يا جدعان، في الاول كده اعملوا لايك وسبسكرايب الجميل والكلام، عشان النهارده اليوم جامد. المهم بس احنا هنطلع نغير الابيض دوت ونلبس لكم تيشيرتات مرحرحه كده وبعدين نروح بينا على سوق السمك. بس قبل ما نروح في حاجه صغيره، الراجل ده بيتفرج علينا، تعالى تعالى معانا، وطلب ان هو يطلع في الفيديو. تعالى معانا سلم على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ محمد. عرفهم كده. انا اسمي محمد، بتفرج على التوينز. الراجل ده مؤذن يا جدعان، اصغر مؤذن ما شاء الله، اصغر مؤذن في العالم حبيبي. احلى مسا عليك. فنطلع نغير هدومنا يا جدعان وجايين لكم تاني. وهنا بقى يا جدعان احنا لسه واصلين السوق، فيلا بينا نخش نكتشف السوق. قشطه علي. قشطه معلي. النهارده ليلة فسفورية. ايه انا بقول نرجع في كلامنا وناكل فول وطعمية وعيش يا اسطى. الشمس حامية قوي. الشمس حامية قوي. كابوريا. ايوه يا استاذ منور يا محلي. كل سنة بنيجي هنا يا جدعان في ناس جوه احنا بنتعامل معاهم، فاحنا رايحين للناس دي مخصوص. ريال بريال واخدين ان شاء الله على الدغري حاجه تفتح النفس. انا ورا الكاميرا مش قادر. السمك ده يا جدعان ما بياكلش غير جمبري، تاكله هو ني كده، تاكله هو ني. بص الفسفور. هوب بس تعالى اقول لك حاسك ان ايه يا ابني ده؟ ايه رايك؟ بص الكابوريا. بقول لك ايه، بص اقول لك على حاجه. هنلعب لعب. حط اسمعك كده جوه وتقعد تعمل كده صح؟ يلا اتفضل معانا. اتفضل والله. بجد والله؟ تعالى اقول لك طبعا على حاجه. لو بقى لا استنى استنى. دي دكر ولا نيت؟ قرب شويه من الكاميرا بس. دي دكر ولا نيت؟ يلا. بترخى ولا لا؟ جمبري ده شنبه بيفكرني بحد كده معين. مين؟ انت؟ انت سيب الجمبري؟ خلاص تاني بقى عشان دمك تقيل. خلاص بهزر. جدعان احنا اشترينا كابوريا وجمبري وسمك. طب يا ابني بطل ليه؟ الجو حار. هنروح نسوي الاكل ونوريكم الاكل بعد ما استوى. وريني كده. ودي خدناها فوق البيعه. اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده يا جدعان هوريكم اكبر سمكه في العالم. اكبر سمكه في المحيط. اكبر سمكه في الدنيا كلها. جاهزين؟ اكبر سمكه. دي اكبر سمكه. اه وصاحيه كمان. بص تلعب. يلا هرجع السخان. جو حر. عمر عطش. عطشت يا جدعان. الله يبارك في صاحب الكولمان حاطط ميه ساقعه. يا لهوي. يا لهوي. طلع مخرومه اهو. طلع في تسريب. قلت الاكل خلاص يا عم. بصوا يا جدعان احنا هنا بدانا بالبولتي. بس بقى لسه الشنط الثانيه مع محمد اخوه. خلاها مفاجاه. خلاها مفاجاه ولا كله مع بعضه يا عم؟ ولا اتوه ده يا جدعان البولتي. نروح نجيب بقيه الحاجه ونيجي بقى. بقول لك ايه، خد تعالى احنا نفرش الاكل ونوريه. ابوك مشي؟ يلا يلا بسرعه. لا 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 جاي جاي جاي. ايه في الريحه تفتح النفس. الريحه يا جدعان موت. الله ينور يا معلم. كده بقى يا جدعان احنا جبنا البولتي والدنيس. مش عارف هو باين ولا لا. لا 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 مش هيبوس يا معلم، مش هيبوس ما تخافش. ايوه يا قلبي. خلاص كده يا حاج. ها ايوه خلاص يلا. كابوريا والجمبري الحاجه اللي هتعملهم عشان بيبقوا زي العسل من ايديها. فكده هنروح نركب توك توك. يلا عشان جوعت بقى. هنركب توك توك ونروح فين يا عم؟ يا عم جوعت جوعت. توك توك ونروح. نروح. يلا بينا. دلوقتي بقى يا جدعان خلاص احنا ركبنا التوك توك مروحين. الاكل اهو والحاج اهو. انا متحمس اهو. وانا برضه على الدور. انا جعان وانا اكتر. يلا نروح عشان ناكل. يلا بينا.
شوربه انما ايه. طب فرج الناس على الاكل. طيب قول اي حاجه حبيبي وريهم يا ابني. خلي عندك دم. جاهزين فجاه يا جدعان؟ جاهزين جاهزين جاهزين. اوعى اوعى تاكل ولا احنا هنقسمه كل واحد واحده. ايه خلاص اهو. هوبا نخش على الايه بقى. جمبري. الجمبري البربري بيخلي بقك شمبري وبربري. والسمك. يلا يا ابني عايز اكل يا ابني. السمك والرز كابوريا يا ابني اصبر. والسلطه والكابوريا تاني. بجد بجد انا بوجه رسالتي من هنا للحاجه. تسلم ايديك يا حاجه. الشوربه 100 100 والله العظيم. طب ما تفتح سمكه كده ورينا. طيب اكلني اي سمك. كابوريا دي عايزه تقول لك حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب سبسكرايب واشتراك. بص حمرا ازاي موت موت. طب افتح سمكه يا مادة. حبيبي حبيبي وريني كده. اوعى يا معلم. دي خرصه مش بتتكلم يا صاحبي. اوعى. افتح لنا سمكه كده. السمك ريحته جامده. لا مش هفتح سمك. انت رخم يلا. والله افتح انا. اوعى انا خايف اتشك. خد افتحها بقى خليك جعان. موت. سخنه قوي سخنه قوي. بص يابا بص يابا. الله اكبر. صلوا على النبي يا جدعان. صلوا على النبي يا جدعان. 100 100 هو كده بقى. احنا طب دوق. طيب شوف. طيب خلي عندك فاهم بقى باين عليه يا ابني. جدعان هو اللي هيدوق وانا اللي هحس. موت الموت موت. ونكون هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب. هناكل وايه؟ تحب تقول حاجه؟ محمد بيلعب بالكابوريا دلوقتي. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب. وعمر مش ورا الكاميرا كده كده بيصور. فانا كاني مع بعضينا. بما ان عمر هو اللي ماسك الكاميرا وانا اللي قاعد هنا فكانه جنبي واحنا الاثنين بنكمل. أيوة, ايوه 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 ايوه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتظبطوا الكلام. ويه ويه ويه. بيلعب بالكاميرا يا ابني. ويه يلا بقى خليني بقى. ويه ويه. سلام.